مرور 3 سنوات على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي دفعت بالمواطنين إلى اتخاذ آراء متباينة بشأن هذه الفترة، حيث رأى بعضهم أن العبادي استلم تركة كبيرة من المشاكل وأنه يحتاج إلى فترة أخرى لكي يكمل مسيرة انتصاراته التي توجت بالقضاء على داعش. الحكومة ورثت مساوئ الحكومة السابقة، فيعني الوقت اللي استغرقته يعني 3 سنوات لحد الآن هي لتصليح مساوئ وفضائح الحكومة السابقة. أهم شيء كان داعش، دخول داعش اللي استحوذ على 3/4 الأرض العراقية. الآن نلاحظ القوات العراقية بمختلف صنوفها مع الحشد الشعبي ده يحرر المناطق، منطقة تلو الأخرى. نحن بحاجة إلى مثلا ولاية أخرى، أو بحاجة إلى مثلا حكومة ثانية تكون أفضل من هذه الحكومة، لكي يعني مثل ما يقول تكمل مسيرة الحكومة الآن الموجودة حاليا. مواطنون طالبوا بتوفير فرص التعيين للشباب، وإلا فإنهم لا يملكون إلا التفكير بالهجرة خارج البلاد. أخذنا الموصل، بس هي لحد الآن الشباب ما الطلبة طلقة قاعدة، كل شيء ماكو. هو هذا اللي احنا نعاني به العراقيين. انا كشاب هسه صار لي 16 سنه ما املك شبر بالعراق، ما املك شبر بالعراق، وهسه افكر اذا هاجر. الكهرباء ومشاكل اخرى شغلت المواطنين، مطالبين بتوفير الخدمات التي تشكل عبئا ثقيلا عليهم. نطلب من حيدر العبادي يأمننا كهرباء الشوارع، هاي ازدحامات بالشوارع وسيارات صايرة هواية، لأنه والله نرجع من الشغل ساعتين ننطب للبيت، ازدحامات ومننا الجو حار. آخرون يرون أن الحكومة السابقة كانت أفضل في مجال التعيينات وفرص العمل وتقديم الخدمات. تعيينات قبل أكو شوارع مبلطة، شغلات هواية يعني مو مثل هسه، يعني كل شيء ماكو، رواتب مو مثل قبل، يعني هواي شغلات تغيرت في هاي الفترة. هاي السنة مو مثل ذيك السنة، يعني كنا بنور المالكي قبل، يعني هواي كانت تعيينات، شغل موجود، فرص عمل هواي موجودة. 3 سنوات مرت من عمر حكومة العبادي، يرى مراقبون أنها كانت فترة أزمات وقفت عثرة في طريق الإصلاحات التي وعد بها رئيس الوزراء، ولكنهم يرونها حققت انتصارا أمنيا لا يمكن نكرانه. رعد الإبراهيمي، الحرة، بغداد.